الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مرحبا بكم، عندنا ضيوف. من الضيوف؟ رزان. طيب رزان ضيفة لأنه الأمر يتعلق بها نوعا ما. طيب في شق يتعلق برزان وشيء يتعلق بشاكر وشيء يتعلق بنا أجمعين. طيب اليوم يعني عملت جولة إلى منشورات كليك. منشورات كليك في الحقيقة كان عندي شغل، ثم يعني مررت بهم، مرأت عليهم كما يقول السوريين. أنا كنت رأيت يعني في صفحتهم كراس، هذا كراس القسم الخاص بالأولى ابتدائي، يعني نويته لشاكر، ويعني هذا هو الذي كان يهمني أكثر. يعني رأيت في صفحتهم كراس القسم للثالثة ابتدائي بحكم أنها تدرس السنة الثالثة، هذا خاص باللغة الفرنسية، سأفتحه لكم بعد قليل. وأيضا يعني هذه السلسلة للثالثة ابتدائي. طيب هذا السنة الثالثة، لكن عندهم باقي المستويات أولى ثانية ثالثة رابعة. بماذا نبدأ؟ نبدأ بكراس الفرنسية. نبدأ بكراس شاكر. بكراس شاكر. طيب رأيتهم. طيب لونه أخضر، يعني فيه الأحمر وفيه أيضا يعني هناك نسخة للذكور ونسخة للإناث. لما دخلت يعني دخلت إلى مكتبتهم، يعني قال لي طفل أو بنت، قلت له ولد، فأعطاني اللون الأخضر، يعني في ألوان البنات. لاحظ معي هذا لون بنات. طيب هذا في السنة الأولى سعره 180 دينار جزائري، لكن لاحظ معي عوض أنه ابني يحمل كراس، يحمل على في محفظته كراس للغة العربية، خط تربية إسلامية، تربية علمية، لغة عربية، رياضية، تربية مدنية، إملاء. اليوم نسي الكراس، غدا لم ينسى الكراس. كتاب الأستاذ يتعب، تدرون أن الأساتذة يكتبون لهم في كراسهم، يعني أمر متعب جدا. يا أخي كراس واحد 180 دينار جزائري، ما يجيب لك ساندويتش؟ إيه الساندويتش؟ سبحان الله، إيه صح الساندويتش؟ إيه كراس رائع جدا. لاحظ معلومات، سأريكم أيضا وضعوا فيه شيء رائع جدا، سبحان الله التجديد مع منشورة كليك دائما التجديد. لاحظ معي كراس القسم، انظر، يعني كل شيء موجود فيه، كل شيء موجود فيه. أيضا العلامات لاحظ، ممتاز، متوسط، انظر موضوعه، يعني لاحظ. ثم يعني في كل شهر عنده ملاحظة أستاذ والولي. كراس واحد يعني فيه كل شيء، كراس واحد يحتوي على كل شيء. لاحظ معي الخطوط، يعني وعلى الكراس يعني التلمير لما يصل إلى الحروف لا يحار هذا الحرف كم يرتفع، هذا الحرف كم ينزل. انظر فيه اللغة العربية، تربية علمية، يعني جميع المواد، رياضيات، في كراس واحد تربية علمية رياضيات، الأستاذ مرتاح والتلميذ مرتاح. حقيقة يعني كراس رائع جدا، كراس رائع جدا. لمن يطلب من أن يشتريه، لحظة لا تقلق، بعد قليل سنذكر ذلك. انظر يعني عمل جد متقن، عمل جد متقن. لاحظ يعني كراس رائع جدا، كراس يحتوي على جميع المواد. انظر ليس هذا فقط، لاحظ معي أضافوا شيء سبحان الله يعني أعجبني كثيرا. عندنا التلاميذ يعني طريقة مسك القلم، رياضات لمسك القلم. انظر هنا في الأخير كيف تمسك القلم، جلستك. لاحظ معي هناك تلاميذ، تلميذ يكتب باليمنى، تلميذ يكتب باليسرى، أيمن أعسر. طيب هذا الذي يكتب مثلا باليمنى، انظر الذي يكتب باليمنى، وضعوا لك خطوطا، هذه الخطوط تكون موازية للمكتب. مثلا يكتب التلميذ هنا، يضع هذه الخطوط موازية، إذا هكذا يكتب، يجلس التلميذ هكذا يكتب. انظر هذه الخطوط، هذه الخطوط من تحت، هذه الخطوط من تحت تكون موازية للحافة السفلية، يعني هكذا التلميذ يكتب، هكذا التلميذ يكتب، وهنا يعني موازية للحافة العلوية. لاحظ هنا التلميذ الذي يكتب باليسرى يعني يكون الكراس هكذا، انظر يكون الكراس موازن، يعني كراس جدا رائع. هذا بالنسبة للأولى ابتدائي. طيب نذهب إلى كراس الفرنسية لرزان. عندهم الأولى، الثانية، الثالثة، الرابعة، لغة عربية، المواد يعني المواد التي تكتب بالعربية والفرنسية. أيضا ابني يتعلم كيف يكتب، أيضا موجودة هنا. لاحظ حتى الخط، التلميذ يعني يتعلم الفرنسية، يتعلم يرى الخط الجيد، يتعلم يرى الخط الجيد، خطه الخط مكتوب. لاحظ معي انظر تخي بيان موايان انسوفيزون، تمام.
انظر يتعلم يكتب، والله عمل متقن جدا يا جماعة الخير. هذا 14000 والله، يعني سبحان الله. التعب ذاك الذي يعاني منه الأساتذة، والتعب الذي يعاني منه التلاميذ. يعني ممكن التلميذ لا يرى الكتابة جيدة، ونحن أساتذة ليس نفسنا كلنا خطنا جيد، سبحان الله. مثلا أنا إذا كان خطي سيء وأكتب لتلميذي، التلميذ سيقلد كتابتي. هذه نقطة مهمة جدا لابد أن يعني نركز عليها. لذلك ابني لما يرى الأ والأ والآل والأف يراها يعني بطريقة صحيحة، سيكتبها بطريقة صحيحة. هذا أمر مهم جدا، حتى لو لم يعني، يعني لو يسمع للأساتذة يستطيع الأستاذ أن يفعل هذا في قسمه، يتفاهم مع الأولياء ويشتري لهم، ممكن يشتري، يذهب حتى إليهم ويشتري من عندهم بسعر الجملة، يشتري يعني يشتري 50 نسخة 60 نسخة بحسب عدد التلاميذ. لاحظ معي يعني، يعني أمر جيد جدا. من المهم بمكان أن يرى تلميذه الحرف كما يكتب، يعني يعني بصورة يعني بصورته الطبيعية. انظر كم يرتفع فوق السطر، كم ينخفض تحت السطر. يعني كتاب جد رائع، كتاب جد رائع مدعم. نحن في كثير من الأحيان لا نستطيع أن نوفر لتلاميذنا صور ملونة. التلميذ هنا يرى صور ملونة، يرى صور ملونة. لاحظ، إذا هذا بالنسبة لي. لاحظ معي الآن، اشتريت لها أيضا هذه يعني 3 أجزاء بسعرها 70000 لطرواتهم، بين 3 70000. تستطيع أن تشتريها بكل يعني كل واحد كل جزء لوحده. لحظة نفتحه، أنا نعمل جريمة في حق الكتاب. ضحكي ضحكي، يعني حبيت نفتح معاكم. رامي يقول أبي يفتح فيها بسنانه، عادي أسنانه تعمل كل شيء. طيب لاحظوا معي، شوفوا حتى العمل، شوفوا 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 شوف من الخارج، شوفوا الإتقان، سبحان الله، إتقان حقيقة إتقان. يعني أنا ذهبت واشتريت المستوى مستوى ابنتي، يعني حتى لا تقول يعني. انظر بروجي 1 بروجي 2 بروجي 3، انظر حتى الألوان، تناسق الألوان. لاحظ معي، انظر نحن في كثير من الأحيان يعني نشتري لأبنائنا، نشتري لهم الكتب هكذا، لكن لا نهتم بماذا؟ بالمحتوى. بالمحتوى، أنا رأيت بأن منشورة كليك يعني تهتم بالمحتوى، المحتوى الهادف، حتى أنه عنده لمسة، يعني عنده لمسة في العمل، لا يعمل هكذا فقط. لاحظ، انظر انظر حتى يعني الصور تحس تلك الصور التي كنا ندرس بها قديما. لاحظ، انظر برازان عجبك؟ رائع. طيب لاحظ معي، شوف، طيب حتى لا نطيل، هذا الأول. الثاني، لاحظ الحروف، كيف يتعلم الحروف فوق السطر تحت السطر، يعني عمل جد رائع. يعني مشكور الأستاذ، مشكورة الأستاذة أظن، ماذا؟ نعم، طيب أستاذة التي قامت بهذا العمل. انظر هذا الثالث، هذا بالنسبة للسنة الثالثة، يعني موجودة المستويات. يعني تذهب إلى، يعني سأعطيك بعد قليل المكتبة التي تجد فيها، يعني وتجده بإذن الله تعالى. انظر موجود للسنة الرابعة أيضا، السنة الرابعة، ويعني موجود للسنة الخامسة. طيب هذه كتب أنا اشتريتها، طيب وهذه كتب قدمت لي كهدية. هذا كتاب للإنجليزي. طيب خلينا نبدأ مع الابتدائي، نتم مع الابتدائي. الآن سأريكم شيء جميل جدا، لمسة رائعة، لمسة ناجح. مع الأستاذ الناجح في قواعد اللغة العربية. أستاذنا الناجح ما اسمه؟ ناصر رابح. ناصر رابح عنده لحية. طيب زائد روابط جميع الدروس على اليوتيوب. كيف يعني في كتاب؟ ماذا أفعل بالروابط؟ كيف تعطيني رابط؟ سنعرف الطريقة الآن كيف. يعني جمعنا الأصالة مع المعاصرة في هذا الكتاب، كتاب رائع جدا. لاحظ معي، الأستاذ معروف له قناة على اليوتيوب. طيب ما هذه رزان؟
ما هذه؟ إنها طوابع. طوابع؟ ليست طوابع، انظر. طيب نفتح هاتفي الآن. مثلا هذا كتاب للسنة الخامسة، كثير من الأولياء يريدون أن يعلموا أبنائهم. ماذا أفعل أنا؟ آتي بهاتفي أحمل هذا التطبيق، قارئ الباركود كيو آر. أفتح التطبيق، ماذا أفعل؟ أذهب إلى، طيب أذهب إلى الباركود. طيب لاحظ معي، إن وأخواتها، إن وأخواتها، أفتح الرابط، يأخذني مباشرة للفيديو الذي يشرح إن وأخواتها. انظر، إن وأخواتها مباشرة. ليس هناك انترنت. لا، انترنت موجودة، ثقيلة فقط. طيب يأخذك مباشرة إلى الفيديو. نذهب إلى درس آخر. طيب أنا هنا مثلا، انظر، أنا هنا مثلا الأفعال الخمسة، لأن لم ابني لم يفهم الأفعال الخمسة. أذهب، طيب لحظة بني، نفتح الباركود، انظر، نذهب إلى الباركود، أضع فوقه فقط، انظر، مباشرة يأخذني، أضغط على الرابط، مباشرة أضغط على الرابط، يأخذني للفيديو، يأخذني للفيديو مباشرة. لايك، كتاب رائع جدا، أيضا يعني طريقة جد جميلة، طريقة حديثة، يعني التلميذ، ها الأفعال الخمسة، الأفعال الخمسة مباشرة من شرحي الأستاذ. تمام، هذا كتاب يعني صدر هذا الشهر فقط، الشهر الماضي في أكتوبر، صدر في أكتوبر، كتاب يعني جد جميل. لاحظ الأستاذ الناجح، ما الأستاذ الناجح في قواعد اللغة العربية، فيه دروس مفصلة، تطبيقات هادفة، وحلول للتطبيقات للسنة الخامسة الابتدائي. طيب هذا بالنسبة للسنة الخامسة، هذه هي السلسلة، انظر من إصداراتها، انظر يعني في جميع المستويات، يعني موجودة جميع المستويات موجودة. هذا بالنسبة لي السنة الخامسة، هذا أيضا هدية، هذا أيضا هدية. بالنسبة لي هذا يعني اللغة الإنجليزية. يا جماعة الخير، اللغات مهمة جدا، وهذا يعني من آخر ما صدر من عند منشورات كليك، الطبعة الأولى 2021، يعني هذه الطبعة يعني سيصدر، يعني صدر هذه الأيام فقط، صدر هذه الأيام فقط في اللغة الإنجليزية، يحتاجها جميع التلاميذ، يحتاجها جميع التلاميذ. انظر فيه يعني مفردات، فيه، طيب انا لا افقه في الانجليزيه كثيرا، لكن يعني تجد فيه كل شيء باذن الله تعالى، تجد فيه كل شيء. انظر، جميع اسئله الامتحان شهاده التعليم المتوسط النموذجيه مع الترجمه الى اللغه العربيه. انظر، يعطيك إحصاء لجميع الأسئلة، أنت تفهم السؤال، يعني كثير من التلاميذ يعرف الإجابة لكنه لا يعرف هذا السؤال ما معناه. لاحظ، انظر، يعني أمور جيدة، يعني ترجم لي الأسئلة، هذا ما يحتاجه كثير من التلاميذ، ما يحتاجه كثير من التلاميذ. انظر، يعني إخراج جيد، يعني ما شاء الله إخراج جيد. عندنا المراجعة النهائية، عندنا في العلوم الفيزيائية، عندهم في الرياضيات، في العلوم الطبيعية، في اللغة العربية، في الإنجليزية، وفي الفرنسية. وهذه سلسلة النوابغ، يعني سلسلة يعني حديثة، مع بدأتها منشورات كليك. انتظروا قريبا يعني مفاجآت، أيضا مفاجآت سارة. بارك الله فيكم، أحببت أن أشارككم يعني ما اشتريته علكم يعني تستفيدون. بارك الله فيكم، جزاكم الله خيرا. بالنسبة لي لحظة، كتاب شاكر الذي فيه كل واحد. طيب لحظة، طيب بالنسبة لي، من أدري هناك من سيسأل أين نجد هذه الكتب، أين نجد هذه الكتب؟ تلاحظون الآن هذه الصورة فيها جميع الفروع، في الشرق، في الغرب، في الشمال والجنوب، يعني منشورات كليك توزع كتبها يعني في ربوع الوطن، يعني إن لم يكن يعني في مكتبة قريبة منك، لكنه يعني موجود في مكتبة يعني ليست ببعيدة كثيرا، كما تلاحظون يعني في جميع. أنا اشتريتهم من من يسكن بالعاصمة أو البليدة، من المحمدية في ساميزون، كاين برانتون، هم يبيعوا فيه الملابس الأطفال إلى غير ذلك. هذا مقابل، مقابل، مقابل للبرانتون فقط، مقابل له عند الرومبو هذيك، تجد هذه، تجد مكتبتهم، يعني مكتبتهم يعني فيها الجميع. الآن هذه الكتب يعني موزعة في جميع هذه المكتبات التي ترون صورها الآن. بارك الله فيكم وجزاكم الله خيرا، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.